وجه الدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين مديري دوائر في ناحية الإسحاقي التابعة لقضاء بلد الإسراع بتقديم الخدمات للمواطنين بتوقيتات زمنية محددة تتوافق والتوجه العام للمحافظة لتوفير مستلزمات الحياة الطبيعية للأهالي أو أهالي الناحية، موعزا خلال زيارته الناحية برفقة النائب الأول للمحافظ إسماعيل خضير الهلوب ولقائه جمع من شيوخ وجهاء الناحية بتأهيل المركز الصحي في الإسحاقي إلى مستشفى بواقع 20 سرير وصالة عمليات، إضافة إلى تأهيل الجوانب الخدمية والأمنية والتعليمية فيها.